السماء كلما قربت له قرب، والدعوة سهم إنما من غير أمل تصعب. باب السماء كلما قربت له قرب، والدعوة سهم إنما من غير أمل تصعب. والقلب هو السماء، إملاه إيمان بالله. أقصد كريم تلقاه هو اللي بيقرب. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مرحبا بكم أخوة الإيمان والإسلام في لقاء جديد من برنامجكم لعلهم يفقهون على قناتكم دي ام سي. أسأل الله عز وجل أن تكونوا على خير وعلى نعمة وعلى طاعة، وأن يكشف الله عنا وعن بلادنا الداء والوباء والبلاء والغلاء والغباء، إنه قريب مجيب الدعاء. اللهم احفظ شعبنا وجيشنا وشرطتنا ورئيسنا وأولادنا، وارحم اللهم أبائنا وأمهاتنا، واغفر اللهم لنا ولكم يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على صاحب النسمات الطيبات المباركات سيدنا رسول رب العالمين، كاشف الغمة وباعث الهمة ومنقذ الأمة، وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أخوة الإيمان والإسلام، مرحبا بكم في لقاء جديد حيث نتحلق حول مأدوبة العلم مع السادة العلماء الذين اسمحوا لنا أن نرحب بهم، الفضيلة العلامة الكبير الشيخ رمضان عبد المعز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام يا مولانا، جزاكم الله خيرا. الله يخليك. وفضيلة الدكتور هاني تمام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. أهلا بك يا دكتور، نورت الدنيا كلها. وفضيلة الدكتور المحترم رمضان عبد الرازق حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا وأستاذنا، ربنا يكبر خاطرك. بارك الله فيكم وغفر الله لكم. اللهم صل وسلم وبارك على صاحب الروضة الطيبة المباركة سيدنا رسول رب العالمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا. الحقيقة كنت امبارح وأول كنا بنتكلم حوالين ما يسمى بالفضاء الالكتروني، الموضوع اللي طرحته مجلة منبر الاسلام، وحيكون موضوع المؤتمر المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه، والموضوع خطير جدا جدا جدا. الفتوى الالكترونيه اللي فرضت نفسها على الناس، والحقيقه يعني الماده الدينيه التي استجدت على الناس، لانه الكل اصبح يفتي والكل بيقول رايه. يعني هو النت عنده القدره انه يفهمك انك علامه، ازاي ما اعرفش. يعني كل واحد يشترك على خط، يدخل على الانترنت، اي حد يخش على اي موقع من المواقع هيحس انه علامه. ليه؟ لانه اكيد اي راي هتقوله هتلاقي ناس بتعمل لك كده انت صح، وناس بتوافقك، وناس بتقول لك انت ايه الكلام الحلو دوت، قول يا استاذ قول ايه الكلام الحلو ده، انت جايب منين الكلام ده. فبتلاقي ناس اجهل من دابة، انا بقولها كده بصراحة وبمنتهى الوضوح. وبتلاقي اليوم معجبين بالالاف ومئات الالاف، وهو بيحصل له حالة طبعا انتفاش وانتفاخ، وبيصدق يعني هتافة التهريج ما ملوا الثناء، زعموا له ما ليس عند الأنبياء، ومن الجهالة ما قتل، هبل 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 هبل. فتلاقي إيه حالة من حالات الإعجاب، يعني زي ما يقولوا كده إيه، يعني الطيور على أشكالها تقع، فبتتطور حالة الجهالة زي كرة التلج، وبتكبر 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 لحد ما الجاهل يبقى صاحب نظرية، وصاحب النظرية ده يبقى صاحب فكر، وصاحب الفكر ده تتطور معاه يبقى صاحب مذهب، وصاحب المذهب ده يبقى له اتباع، وبقى له مدرسه، وبقى له معجبين. صدق رسول الله عليه الصلاه والسلام. والله العظيم كل وقت بيجي فعلا تقرا الاحداث وتشوف اللي بيحصل على الساحه تقول صدق رسول الله. لما النبي عليه الصلاه والسلام قال ستكون سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب والله صدق رسول ويؤتمن الخائن ويخون الامين ويتحدث الرويبضه. كل اللي عدى الصحابه فهموه. قالوا له ايه الرويبضه ده يا رسول الله؟ مين الرويبضه؟ قال الرجل التافه يتحدث في امر العامه. فيطلع زي ما انت اتحركت تفضلت كده، يبقى صاحب نظريات ومذاهب ويقول رايه ويفند ويحلل وينقد كل حاجه. الحقيقه انا لفت نظري فضيله الشيخ رمضان
هذا المصطلح الذي بحثت عنه في كل كتب السنة لم أجده إلا في هذا الحديث. الرجل التافه يعني تعبير نادر من نوادر المصطفى صلى الله عليه وسلم. إيه التفاهة بقى؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما يصف واحد بأنه رجل تافه، فأنا يعني عاوز أسمع كلمة التفاهة. أنت متخصص في الحديث، أنت شغلتك اللفظة دي. أيوه جدا، كلمة تافه هي من غريب الحديث اللي الإمام الأصبهاني أورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. جاتش هي والموقف ده. سبحان الله. إيه بقى إيه الموقف ده؟ يعني إيه أو يعني ترى كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى التافه من الأمور؟ ما هو التافه من الأمور؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث آخر زي قريب جدا من اللي قاله شيخنا الشيخ رمضان، قال ستكون سنوات خداعات. نعم. يصدق فيها الكاذب، يكذب فيها الصادق، يخون فيها الأمين، يؤتمن فيها الخائن، ويفشو فيها الجهل، ويقل العلم، ويهلك الوعول، ويظهر التحوت. قالوا وما الوعول وما التحوت يا رسول الله؟ التحوت والوعول. نعم يا سيدي. قال الوعول أشراف الناس ووجهاؤهم، والتحوت أناس تحت أقدام الناس لا يؤبه بهم. فده تفسير لمصطلح الرجل التافه. رواية تانية في مصطلح تاني يعني الرجل التافه التفسير بتاعه ايه بشكل هنا في هذا الحديث؟ التحوت اللي هم الناس اللي ايه، اناس تحت اقدام الناس لا يؤبه بهم، يعني ليس لهم قيمة، فيهم فراغ. نعم. تماما من تحت فاضي اللي خالص تحت. فيهم فاضي لا قيمة له، ليس ثقيلا. وسيدنا النبي قال نص تاني لما سألوه يا رسول الله وما الرويبضة، قال الرجل الرخيص، يعني مع نص الرجل التافه قال الرجل الرخيص ينطق في أمر العامة والناس. فده من علامات الساعة. ما يحدث الآن إن كل يدعي العلم وكل دهر على قدر الوضيع به، وغدا الشريف يحطه شرفه كالبحر يرصب فيه لؤلؤه سفلا وتطفو فوقه جيفه. ما شاء الله ما شاء الله. يعني أنا بس أنا أفهم أن كلمة التافه الذي يتكلم فيما لا يفيد. هل هناك تعريف آخر من الممكن أن نتخيله عن التافه؟ يعني لعل كلمة تافه ديت ليها أكثر من معنى نستطيع أن احنا نقوله للناس عشان يتجنبوه. يعني الكلام فيما لا يفيد الأول موافقين عليه. الكلام فيما لا يفيد اللي هو التفاهة. طيب وحاجة تانية السطحية، تافه اللي هو خفة يعني خفيف قوي، وتافه ده اللي هو سطحي في كل شيء، ساذج في كل شيء، فارغ من كل شيء. فالتافه هنا ليس ثقيلا لا علميا ولا اصليا ولا اخلاقيا. فتافه يعني بقى سطحي ساذج. يبقى فارغ. التافه هو الذي يتكلم فيما لا يفيد، ادي واحده. نعم. التافه هو الكلام السطحي الذي لا قيمة له. نعم. شوف يعني يمكن الاستغناء عنه، الكلام الذي يمكن الاستغناء عنه. فضل. وفي سورة المائدة آية دائما يعني بجعلها نصب عيني، كل ما تشوف الدنيا من حولك بتتقلب ازاي، تبص للآية ربنا بيقول ايه؟ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. شوف أصل يقول لك شفت يعني يجي راجل علامة أستاذ جامعي، راجل له وزنه وثقله، ويبقى ماشي جنب واحد تافه تاني، تلاقي التافه تفتح له الأبواب وده حدش يعرف ده. شوف ازاي؟ من خلال كلام الشيخ رمضان بقى أسأل سؤال. ليه الناس دايما بتروح للأشخاص التافهة تسمع ليهم في حين إن الأشخاص العلماء أو المتخصصين محدش بيهتم ليهم؟ أعتقد هروبا من الإرهاق الذهني. يا سلام. أيوه. أما تكون عاوز حاجة ما ترهقش فيها ذهنك في التفكير، حاجة سريعة، حاجة فعاوز سهلة. فعاوز أي حاجة تافهة تتفرج عليها تفضي دماغك زي أي قلش كده. أي حاجة، أي مخافة. أنا عجبني التعبير اللي قاله الدكتور رمضان عبد الرازق في إنه التافه هو مخف، لأنه الآية بتقول فأما الزبد ذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. يبقى الشيء اللي بنعبر عنه بإنه زبد هو اللي بيطفو على السطح، والشيء الخفيف يعني الشيء الخفيف الذي لا قيمة له، أما ما وقر وثقل وله وزن يمكث ويرتكز. لذلك البعض بيسمع كلمة جنات عدن، إيه عدن دي؟
عين دال نون. دي ليها تفسير عجيب جدا، لما هتسمعوه هتتعجبوا معنا فيه، وبيتعلق بالموضوع اللي بنتكلم فيه، ولكن اسمحوا لنا أن نفصل لكم ذلك بعد ذلك الفاصل إن شاء الله، فابقوا معنا. الحقيقة أنا الموضوع اللي بنتكلم فيه ده موضوع خطير جدا، لأن هو واحد يقول لك يعني أنتوا خلاص يعني جايين في التفاهة وهتتكلموا. الحقيقة مش احنا اللي اتكلمنا في الكلام ده، اللي أمرنا إن احنا ناخد بالنا من كلامنا عشان ما نقعش في التفاهة الله ورسوله. طب الرسول عليه الصلاة والسلام حذر من الرجل التافه. الرجل التافه دوت، أنا بس بعد إذن حضراتكم معلش تزعلوش مني يعني، دوروا في مجالسكم، كل مجلس من المجالس هتلاقي فيه شخص تافه. طب ايه رايك في الحديث ده يا شيخ خالد؟ نعم. النبي عليه الصلاه والسلام يقول لا يكن احدكم امعه. نعم. ايه امعه ده؟ يقول انا مع الناس، ان احسن الناس احسنت وان اساءوا اسات. النبي يقول لا وطنوا انفسكم، انت ليك مبدا، انت راسي، خليك ليك وطن، وطنوا انفسكم، ان احسن الناس ان تحسنوا وان اساءوا الا تسيئوا. ده كلام صحيح. الهوى ده اللي رايح جاي كده ملوش يعني عاوز تقول احنا قلنا ان التافه هو الذي يتكلم فيما لا يفيد. التافه هو الذي يتأرجح. على رأي فضيلة الدكتور رمضان قال التافه هو السطحي الذي يتكلم فيما له عمق. وانتقلنا من كلمة العمق الى قول الله عز وجل، فاما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فينكث في الأرض. وقلنا أنه ده بيشير إلى لفظ عجيب جدا اللي هو جنات عدن يدخلونها. إيه عدن دي؟ عدن تقال على ما ركز وثبت واستقر. نعم. الشيء الثابت الذي لا يتحرك. نعم. اسمه التعدين. لذلك المعادن سميت معادن مستقرة في من الأرض، ارتكازها في الأرض. نعم. فكلمة معدن، المعدن يعني الشيء الراكز في الأرض، اللي لابد في الأرض، الذي لا يتحرك. فالشيء الخفيف كان عندنا في الفلاحين أهالينا المحترمين يقول لك إيه، زي الوتد في الردة. أي والله، عارف الوتد ما يستقرش في الردة. الردة الردة عبارة عن زي الدين كده، زي الرمل كده. حاجة زي الرمل، ما بيت يعني مش ثابت. فالثبات طلع الثبات ميزة، بدليل ان ربنا قال يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت، وقال يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا. ومثل كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء. الاشكال برضو يا سيدنا ان احنا احيانا اللي بندي قيمه للناس التافهه. يعني احيانا بيكون في شخص انا عارف ان هو تافه ويتكلم فيما لا يعنيه ويتكلم فيما لا يفيد ويتكلم بسطحيه، ومع ذلك أنا بستمع ليه، وأحيانا ممكن أروج لكلامه من حيث لا أدري. إحنا مأمورين في الدين يا سيدنا إن إحنا نتثبت من الحاجات اللي إحنا بنسمعها، وما نروجش أي حاجة بنسمعها. ده النبي نفسه قال كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. فلازم أتثبت من الكلام اللي بيتقال لي، وبعدين أخذ الكلام من أهل التخصص مش من أي حد. يعني ما ينفعش مثلا واحد قدامي مش متخصص في المجال الديني أو المجال الإعلامي أو المجال السياسي أو المجال الاقتصادي وأنا أقعد أضيع وقتي عشان أسمع له. لا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أسأل أهل التخصص في كل شيء. الأمر الثاني معلش، لما نيجي نتكلم على موضوع التفاهة فيما يخص الفتوى وأمور الدين، جزء منه للأسف إحنا يعني بعض المشايخ المتخصصين هم السبب أو جزء من أو هم بعض الأسباب اللي خلت الناس التفاهة تنتشر. المفروض في المجال الدعوة يا سيدنا كما أمرنا النبي وتعلمنا صلى الله عليه وسلم إن احنا نخاطب الناس على قدر عقولهم. يعني لازم الشيخ أو العالم أو الداعية أو أي إنسان متخصص بيتكلم في أي تخصص أو أي فن أو أي علم لازم ينزل لمستوى الناس اللي بيخاطبهم، حدث الناس بما يعرفون عشان أقدر أوصل لهم المعلومة. حضرتك لما سألتك قبل الفاصل قلت لك ليه الناس بتروح للناس التافهة، قلت لي إيه؟ عشان بيستسهلوا المعلومة، الإرهاق الذهني. واحد مش عايز يرهق ذهنه. فبالتالي انت عشان تقدر تؤثر على الناس وتقدر تاخدهم من 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 احضان الناس التافهه لازم معلش تخاطبهم بمستواهم وبعقليتهم وتبسط المعلومه وتنزل للمستوى. الامام الشافعي يقول كان محمد بن الحسن يخاطبنا على قدر عقولنا فنفهم، ولو خاطبنا على قدر عقله ما فهمنا. ده كان حال الناس الكبار مع بعض.
مع ذلك كل واحد لازم ينزل لمستوى التلميذ بتاعه. انت متخيل لو سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كلمنا بمستواه محدش يفهم حاجه. حد شايف قال انا افصح من نطق بالضاد. النبي قال كده افصح من نطق في اللغه العربيه. طب لو كلمنا بقى العلم اللي عنده ما انا نفهم يعني الامام البوصيري الامام البوصيري بيقول في الحته دي: لم يمتحنا بما تعيا العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهي. الله الله الله، يعني النبي كان بيخاطبنا تاني البيت متعني كده بالبيت. لم يمتحنا بما تعيا العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهي. يعني بيكلمنا بمستوى مبسط نقدر نفهم به، مش بيرهقنا ويرهق عقولنا. لو سيدنا النبي كلمنا بالكيفيه بتاعته او زي ما حضرتك تفضلت من مستواه هو، ما كناش هنعرف نفهم حاجه، لكن كان بينزل لعقولنا والافهمنا وبيتحدث مع الناس بما يفهمون. من افضل واجمل ما تقرا عن مجالس الحبيب صلى الله عليه وسلم هو كما وصفته ام المؤمنين عائشه: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يسرد الكلام كسردكم. يعني ما كانش بيتكلم بطريقتكم كده بطريقة سريعة كنت تعد الكلام وراء النبي عدا. وكان بتقول كده برضو ستنا عائشة: وكان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه. نعم، خطبة الوداع يعني ما فيش حد ما سمعش عن خطبة الوداع. وبالمناسبة النبي خطب ثلاث خطب في الوداع ده: خطبة عرفة، وخطبة يوم النحر، وفوت 11، وخطب 12 ذي الحجة، وخطب 9 ذي الحجة، و10 ذي الحجة، و12 ذي الحجة. تجمعهم يا مولانا تلاقيهم بعد المقدمة والخاتمة 9 بنود مترقمين كده. اللهم صل على واضحين. اتكلم عن الكتاب والسنة، اتكلم عن إنما المؤمنون إخوة، اتكلم عن حق النساء، اتكلم عن الربا، ملفات واضحة. تسأل أي حد حضر للنبي خطبة ولا درس يقول لك النبي كلمنا في إيه. قبل حد خارج من خطبة الجمعة أقول له الشيخ كان بيتكلم في إيه؟ ولا إلا من رحم الله. كان بيتكلم في الدين. أنا عاوز أقول لك إن من أهم طرق الأداء الإلقائي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتماد طريقة السؤال والألغاز. أيوه، ده كان نمط احد الانماط. كان يقول لهم مثلا ايه عليه الصلاه والسلام: اتدرون من المفلس؟ ايوه. اتدرون ما الغيبه؟ اتدرون ما الغيبه؟ مثلا يقول لهم مثلا ايه، يقول لهم ايه: ان من الشجر الشجره لا يسقط ورقها. ده لغز بقى. فحدثوني ما هي. فاثاره السؤال، فالصحابه يقول لك: فوقع الناس كما في شجر البوادي. يقول لك شجره الجميز، يقول لك شجره الفيكس، واللي يقول مش عارف ايه. ما فيش فيكس. عبد الله بن عمر يقول: ووقع في نفسي انها النخله. فاستحييت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخله. وانها مثل المؤمن. مثل المؤمن. فحدثوها لا يتحات ورقها، ورقها لا يقع. كان يجي في بعض الملفات يعملوا بصوره تشويقيه جدا: ارايتم لو ان نهرا بباب احدكم. شوف التمثيل. يغتسل فيه ضرب المثل. أيوة. التمثيل اي ضرب المثل، يمثل عليه الصلاه والسلام يعني يضرب المثل. اسمه التمثيل. اسمه التمثيل. تكلم مع التمثيل، مش تكلم مع التمثيل يعني مخرج وسيناريو لا. مع التمثيل يعني مع ضرب المثل، اللي هو يعني وتلك الامثال نضربها للناس. ربنا ضرب الامثال. سيدنا النبي كان بينوع في الخطاب وفي الكلام بتاعه، ما بيتكلمش بدرجه واحده، ما بيتكلمش بمستوى واحد، كان بيراعي في كل موقف في الكلام المناسب ليه، وبيراعي مع كل الاشخاص، مع كل شخص او مع كل ناس معينه الكلام المناسب ليها. في ناس ممكن ينفع معاها السؤال، ينفع واحد ينفع معاه التشويق، واحد ينفع معاه اللغز، وهكذا. فدي المفروض تكون مهمتنا دلوقتي يا سيدنا، ان احنا نراعي حال الناس، ما يكونش كلامنا واحد مع كل الناس. لازم الشيخ او الداعيه او العالم كلامه يتنوع باعتبار المستمعين، وباعتبار الناس اللي بيسمعوه، وباعتبار الناس اللي بيسالوه، او باعتبار الناس اللي يعني المتفاعلين معاه. ما يكونش الكلام بوتيره واحده، ما يكونش الكلام باسلوب صعب. الاسلوب الصعب والاكاديمي والعلمي خليه في محاضرتنا، في قاعه الدروس بتاعتنا، مع طلبتنا اللي هم متخصصين. لكن عامه الناس بيروحوا للناس التافهه عشان هم مش عايزين يرهقوا ذهنهم. برضه ناس مساكين محتاجين المعلومه من اسرع ومن اقرب طريق. لا، لابد ان احنا نفرق، بس قبل ما ننتقل من النقطه دي لابد ان احنا نفرق ما بين الخطاب المنبري، نعم، ما بين خطاب السوشيال ميديا، وبين الخطاب العلمي، وبين الخطاب الفضائي والدعوي زي اللي احنا فيه. كل واحد من دول له لغه وله اسلوب.
وكل صحيح. شخص نعم. وكل شخص له لغة وأسلوب نعم. أنا عايز أقول لكم على مشهد رائع. والشيخ خالد طبعا أستاذنا في الحديث غاية في الروعة والجمال. فاكر يا مولانا الرجل الأعرابي اللي جه للنبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. شوف النبي بيكلم الأعرابي إزاي بقى. بيقول يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود وأنا أنكرته. شوف إزاي لا شبهي ولا شبه. فالنبي عايز يقول له لا عادي. يقول له إيه؟ قال له أنت وراجل من البادية. يقول له هل لك من إبل؟ قال له آه. قال له ما لونها؟ قال له أبيض مثلا لونها أحمر. نعم. قال له طب هل فيها من أورق؟ أبيض في أسود. أيوة أبيض في أسود كده. قال له آه ولدت يعني هي لونها أحمر وجابت أبيض في أسود. قال له آه فيها. قال له طب ده من إيه؟ قال له لعله نزعه عرق. الله ايه ده ايه ده انا يعني شوف يعني جينات وراثيه. اشرح لنا بقى الترجمه جينات وراثيه. اشرح لنا يا شيخ خالد. فالنبي عليه الصلاه والسلام مثل الغائب بالشاهد. ايوه يعني جاء بالشاهد الذي يراه الاعرابي والعربي حفظه وعرفه وهو بنفسه الاعرابي اللي بقى يبرر وجود هذا اللون المختلف. يا سلام. مما جعل المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم حجة قاطعة على الأعرابي. يرجع مطمن ان الواد ده ليه يا جماعة. مرة كنت بتكلم مع الشيخ خالد فتطرقنا الى نقطة مهمة جدا لا انساها. قال لي هو القرآن الكريم ينحاز الى اللغة ولا البيان؟ حلو السؤال ده. فعلا السؤال ده مهم جدا. هل القرآن الكريم انحاز للغة الخطاب أم لمضمون الخطاب؟ هو ده السؤال. اللغة حاجة والمعنى حاجة تانية. إزاي بنفرق بينهم وأنهي فيهم اللي يحل إشكالياتنا؟ ده حتة السؤال. تعالوا فكروا فيه كده. اللغة ولا محتوى اللغة؟ مفهوم اللغة؟ هنشوف الكلام ده بعد ذلك الفاصل إذا سمحتم لنا فابقوا معنا. الحقيقة يا جماعة أنا عاوز أقول لكم على حاجة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لم يشكر الله من لم يشكر الناس. أحيانا بتبقى أنت عاوز تقول الكلام ده للناس كلها وبمنتهى الثقة والاقتناع بعيدا عن أي أمراض ذهنية عند بعض الناس. لأن بعض الناس لما بيشوفك بتشكر حد يقولك ده نفاق ده تطبيل ده معرفش إيه. لا مش هنتهدد ومش هتحاولوا ان كنتوا ترموا الـ 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 الارهاب الفكري بتاعكم على عقولنا. يعني البعض بيخوفوك انك تقول كلمة الحق انك تمدح الصحيح وتمدح الحاجة الجميلة علشان ما تقولش. فيقولك انت بتعمل كذا انت بتعمل كذا. فده انا رفضه تماما. رافض انك انت تستجيب للارهاب ورافض انك انت تستجيب للتهديد اللفظي او التصنيف اللي بيمارسه البعض. انا بقول الكلام ده ليه؟ لان عاوز اقول ان في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله اللهم الدعوة الاسلامية في مصر شاهدت نشاطا ملحوظا على كافة الاصعدة وعلى كافة الوجوه وتحولت المساجد في عهده حقيقة إلى عمارة حقيقية وإلى اهتمام حقيقي باحتياجات المجتمع وتعددت الأنشطة الدعوية في المساجد مما جعل المساجد تتحول إلى بؤرة ثقافية وإلى نشاط ثقافي وعلمي وقرآني وفكري وتربوي غير طبيعي. سيدنا لم يتوقف الاهتمام بالمساجد على الجانب الإنشائي فقط. ده مصر بقت ما شاء الله بلد المساجد والمآذن والفكر المستنير برعاية الدولة والقيادة وبرئاسة رئيسنا عبد الفتاح حفظه الله عز وجل عبد الفتاح السيسي ربنا يكبر خاطره دايما نعم. ووزارة الأوقاف بقيادة الوزير الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة حفظه الله تقريبا ما بيناموش. رأينا طفرة علمية ودعوية وأنشطة وتوعية وخدمة مجتمع غير مسبوقة. طبعا المتشائمين نعم. المتشائمين والجاحدين مش هيقدر انه يتصور هذا الكلام وحيشكك فيه وحيتهكم عليه وحيتطاول عليه. نعلم ذلك. انما هذا ارهاب
لن يثنينا عن الاعتراف بفضل الله علينا. أقول لك على ملاحظة يا سيدي، حاجة واحدة بس. نعم. تلاحظوا يا جماعة نقطة مهمة جدا، مفيش بلد في الكون ابنها يمدحها يتقال عليه مطبل غير مصر. يعني لو أي واحد مثلا من أي دولة في الكون، من أي دولة في العالم، طلع يقول بلدي وبحبها وكذا وكذا وكذا، تقول عليه إيه؟ ده رجل وطني. إلا المصري لما يجي يقول بلدي وبحبها يطلع المضايق. إيه يا جماعة؟ بالظبط، إحنا عندنا عقدة، عندنا عقدة غريبة. ناس عندهم عقدة إنك لما تمدح في حد يبقى بتنافق، لما بتقول الثناء لدرجة إن كلمة شكرا. أنا عاوز أقول لكم على حاجة، عند بعض الأوساط الدنيا من الناس بيعتبروها عار. اسمعوا مني المعلومة دي ورب الكعبة أقسم بالله، زي ما بقول لكم كلمة شكرا بعض الأوساط الدنيا من الناس بيعتبرها عار، فتديله الحاجة فتلاقيه مستكبر إنه يقول لك متشكر. أيوة صحيح، لا نريد منكم جزاء ولا شكورة، ده فيما يخص المعطي، إنما فيما يخص القابل لازم تقول شكرا. هو أنت فهمت من الآية إن الآية بتقول لك يا أخي ده الحديث لم يشكر لا من لم يشكر الناس، يشكر لي ولوالديك. علشان كده يا جماعة المساجد عندنا شايفة طفرة عجيبة جدا. نعم. تعال معايا اتفرج على المساجد اللي خدت ضمان الجودة شهادة الاعتماد وضمان الجودة. نعم. شهادة الاعتماد وضمان الجودة في المجال الدعوي. هتشوف المساجد ديت وازاي المساجد ديت خدت هذا. عندك الصحابة اهو اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده، ما بنقولش دي افضل المساجد، بنقول اجمل المساجد. اللي فات دوت الصحابة في شرم الشيخ، المسجد ده اللي انت شايفه دوت المسجد الكبير في البحيرة، شوف الجمال وشوف اتفضل. ده مسجد المهند الموجود في التجمع، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. شوف اللي بعده، اتفضل. ده مسجد الفتح في قنا إن شاء الله. تخيل إن اللي انت شايفه دوت في قرية، مسجد الفتح في قنا اللي انت شايفه قدام منك ده مسجد السيدة فاطمة النبوية، لوحة معمارية في القاهرة، المسجد ده في القاهرة. دي المساجد اللي خدت شهادة الاعتماد وضمان الجودة. حضرتك ادي الغفران في البحيرة، مسجد الغفران في البحيرة، شوف الجمال. ادي مسجد الوسطاني في دمياط تماما، شوف تخيل. طيب ده مسجد ده بقى فين؟ في دمياط الجديدة، ده اسمه ايه؟ مسجد الدعوة. بص يا جماعة ده مش أصل، ده ولا مبنى المعرفش ايه. شايف الجمال والحلاوة؟ مسجد الدعوة ادي بفضل الله سبحانه وتعالى. ده المجمع الإسلامي اللي في الجيزة يا جماعة، اللي انت شايفه دلوقتي ده قدام منك، ده المجمع الإسلامي في الجيزة في الشيخ زايد. حاجة تثير الفخر. الـ يعني انا مش عاوز اقول لك المسجد بقى، هقول لك الاسم على طول. ده المسجد الكبير في البحيره، حاجه جميله جدا وهندسه معماريه. السلام، مسجد السلام في بورسعيد، بص الجمال وبص حضرتك الاهتمام بمساحه التخضير اللي موجوده حوالين المسجد. عندك يا سيدي في الدقهليه مسجد النصر، ده مسجد النصر في الدقهليه، اللهم صل على النبي. ادي مسجد السلام في بورسعيد. انا عاوزك تتمتع، انا بعمل لك جوله سياحيه في مساجد مصر عشان تبقى عارف. ده مسجد السيده رقيه، مسجد السيده رقيه في القاهره، بص الاضاءه، بص مصروف عليه ازاي. تعال بقى حضرتك لسوهاج، محافظه سوهاج، ادي مسجد العارف اهو، ما شاء الله، حاجه يعني بفضل الله سبحانه وتعالى، الحمد لله رب. طيب نروح للبحيره في دمنهور، ادي مسجد التوبه، اتفرج اتمتع. المساجد اللي بتناطح السحاب، ادي ده مسجد احمد سعد، ده في الفيوم حضرتك، المسجد انت شايفه ده في الفيوم تمام. ادي ده مسجد يا سيدي اسمه ايه؟ المسجد احمد ابو رفاعي في الدقهليه اللي انت حضرتك شايفه دلوقتي، مسجد احمد ابو رفاعي. كل ده في ايتايا البارود بحيره، ده اسمه مسجد ايه يا جماعه؟ مسجد المحطه. اهتمام، تشييد، عماره، مسجد ابو ستيت في سوهاج، مسجد ابو ستيت في سوهاج، منظر غير اتفرج. بص الشموخ اللي عندك، شوف الشموخ اللي في الصوره دي، ده مسجد عثمان بن عفان ده في البحيره، شوف الشموخ وشوف الهندسه. مسجد فاطمه الزهراء في القاهره بفضل الله.
السلام في بورسعيد، يا ريت اسرع من كده يا شباب عشان نقدر ان احنا مسجد الكبير بشرم الشيخ. ايه رايك في ده؟ ما تقولش ده القلعه، ده مسجد ليله القدر في الاليوبيه، انت تشوفه تقول ده القلعه مثلا. ما شاء الله ادي مسجد في الدقهليه اهو، ابو بكر الصديق، مسجد ابو بكر الصديق. ايه رايك في المسجد ده بقى؟ جميل. الله الله الله، ده مسجد السيده خديجه في الاليوبيه يا حضرات، في الاليوبيه، دي مساجد موجوده في محافظات وفي قرى. ده مسجد في الدقهليه اسمه مسجد النصر. اتفرج على الجمال. القلعه اللي انت شايفها ده مسجد، ده في السويس، ده مسجد المصطفى بفضل الله. ده المسجد العتيق، ده موجود في قنا يا جماعه اللي حضرتك شايفه دلوقتي على المشهد في الشاشه بفضل الله سبحانه وتعالى. في دمياط الجديده مسجد الرحمه اللي حضرتك شايفه، مسجد الرحمه. كل دي انشاءات المساجد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. اللي انت شايف المسجد البحر الوسطاني في دمياط بفضل الله سبحانه وتعالى. خد بالك دي انشطه ثقافيه وقران وكتاتيب وعلوم قران وعلوم فقه وفصول محويه وانشطه للاطفال وانشطه للنساء. اتفضل. ده مسجد الجيزه، ده في ده مسجد المغفره، ده اسمه مسجد المغفره في الجيزه. شوف الجمال. قول لي بقى، قول لي المشهد ده. ده مسجد عبد المنعم رياض في الاسكندريه. شوف الجمال وشوف الاضاءه وشوف الشموخ. ما بيصيبكش ده بحاله من حالات الفرح والسعاده انك تشوف في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه، يعني شيء يثير الفخر والاعجاب. وده ما تروح بقى بني سويف، ده اسمه مسجد العامر، جعله الله عامرا باهله. امين. نعمه من الله سبحانه وتعالى. الحقيقه مهما قلنا ومهما يعني عددنا فدي فضل من الله سبحانه وتعالى والله علينا. والله يا سيدنا لازم نقول شكرا، شكرا للدوله المصريه. نعم. شكرا لرئيسنا الرئيس عبد الفتاح السيسي، ربنا نعم. يكبر خاطره ويرضيك. نعم. راعي المساجد. شكرا لوزاره الاوقاف وعلى راسها الاستاذ الدكتور محمد مختار جمعه، ربنا يرضيه. امين. المساجد فيها اهتمام مبنى ومعنى، المساجد انشطه على مدار الساعه، وزاره الاوقاف تطوير وتجديد وفكر مستنير على مدار الساعه، اهتمام من الدوله والقياده المصريه بالمساجد. مصر بلد المساجد، بلد المآذن، بلد الفكر المستنير والتطوير والتجديد. الحقيقة يا شكرا سيدنا جزيلا. الشكر موصول لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية ووزارة الأوقاف وعلى رأسها السيد معالي الوزير على الاهتمام الكبير بالمساجد مبنى ومعنى. احنا بنشوف مساجدنا دلوقتي بقت بتحاكي أفضل وأفخم وأعظم المساجد الموجودة في العالم دلوقتي. أي والله الحمد لله. من حيث المبنى بقى فيه اهتمام كبير جدا جدا بالجانب بجانب المبنى بكل مسجد، وإظهار المسجد في صورة من الشموخ والعظمة والفخامة ما شفناهاش قبل كده. أما على الجانب الدعوي إحنا بقى في المساجد وشايفين ده بعينينا، إن المساجد بقت عبارة عن شعلة نشاط دعوي على مدار الساعة وعلمي على مدار اليوم كله. يعني ما بين مجالس إفتاء، مجالس فقه، مجالس تفسير، مجالس حديث، مجالس تزكية وأخلاق، أسابيع ثقافية، مقارئ قرآنية بأنواعها المختلفة، كبار وصغار وستات ورجالة ومتخصصين وغير متخصصين. الموسم الثقافي للطفل بقى حاجة ما شاء الله غاية في الجمال والروعة. بقى عندنا المسجد الحمد لله بقى مبنى ومعنى، بقى فيه اهتمام كبير من الدولة بيه. لذلك ما فيش أي حد الوقت عنده حجة يقول لك أنا مش عارف أتعلم ديني إزاي، ما عرفش والدي ولادي فين. بقى كل مسجد أو في كل منطقه اللي كانت بتتقال زمان يقول لك ايه الاسلام بيحارب، الاسلام ما اعرفش ايه. والله انت مش كنت الاسلام بيضيق عليه، المساجد بيقفلوا ابوابها. لا، المساجد ما بيقفلوش ابوابها. والله العصر الذهبي ده احنا عايشين بفضل الله في الدعوه وفي المساجد عصر ذهبي. والميزه كمان في المساجد يا سيدنا انك تدخل في المساجد دلوقتي تلاقي فيها انشطه في الوقت المناسب لك انت. يعني انت لو بتروح الفجر في انشطه دلوقتي في بعض المساجد في الفجر. نعم. لو انت بتروح الظهر هتلاقي، لو بتروح العصر هتلاقي، لو بتروح المغرب او العشاء هتلاقي. فالمجال الدعوي في المساجد بقى منتشر بفضل الله سبحانه وتعالى بفضل القائمين عليه. يعني شكر الله لهم. وعايز اقول كلمه يا سيدنا اخيره، ان الشكر لصاحبي للمستحق عباده من الله سبحانه وتعالى. الله. الشكر للمستحق عبادة. من لم يشكر الناس لم يشكر الله. لما حد يسدي إليك جميل أو معروف
لازم تشكره، فإذا شكرته ده عبادة. احنا بنفرق ما بين اتنين برضو عشان حضراتكم ما يختلطش عليكم الأمر، بنفرق بين المعطي والقابل. نعم صحيح. المعطي لا ينتظر شكر من أحد، هو يفعل لله سبحانه وتعالى، يفعل لله صحيح. إنما القابل لازم واجب عليك. أوجب واجب الشرع عليك. عليه من صنع إليكم معروفا فكافئوه، الشرع أوجب كده. فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتم. يبقى نصيحة ليكم، علموا ولادكم عبادة غائبة عن كثيرين من الناس شكرا. وهي عبادة الشكر. فاصل ونواصل، ابقوا معنا. كنا لسه بنتكلم على الازدواجية اللي موجودة عند جماعات النفاق السياسي بقى، اللي هم جماعات الإسلام السياسي أو جماعات التسلق السياسي، اللي هو إيه، تيجي تمدح يقول لك يا عمي بقى بطل بقى، يا عمي بقى كفاية بقى، يا عمي بقى نفاق بقى، وكفاية معرفش تطبيل بقى، وكفاية معرفش. وتيجي لو إمتى بتبقى محبوب؟ لو قعدت تقول يا الله إحنا لبسنا في الحيط، وإحنا حالتنا كرب، وإحنا هيتخرب بيتنا، وإحنا هنجوع، وإحنا هنصيع، وإحنا هنضيع. الكلام ده كان بيحصل، هو كده. فيعني اذكر ان واحد من الـ من الـ الـ المرتزقه اللي هم لقطاء الاوطان دول، نشر على صفحه بتاعته صور المسجد الكبير اللي اتعمل في العاصمه الاداريه. كويس ماشي. فالماء الحوائط بتاعه المسجد بالكامل مكتوب عليها القران الكريم. نعم. على من في المركز، كل غرفه بجزء من اجزاء القران الكريم. فبيقول ايه، انظروا الى هذا المسجد في تايلاند والله بلا حياء، انظروا الى هذا المسجد في تايلاند كم هو كان هو عظيم، وكم هؤلاء الناس يعملون للاسلام، حفظهم الله واكرم الله بهم الاسلام، المجد لهؤلاء الناس الذين. فصححوا له المعلومه، قالوا المسجد ده في مصر. انا عاوز بس ايه الكسفه، بيقول ايه، أرجو فقط أن نعمل بما جاء فيه، أرجو فقط. أنا خلاص بقى مش قادر، بعرف يعني حتى مش قادر يمدح، مش قادر يمدح، مش قادر يقول أيوة فعلا أنا بعترف ما شاء الله. مشكلة سيدنا بتنشأ منين عند الجماعات الإسلام السياسي؟ هي إشكالية قديمة أنشأوها للأسف ولبسوها في أذهان الناس. نعم. وهي أن العلاقة بين الدين والدولة علاقة عدائية. ايوه. يعني ايه؟ يعني انت مش هتكون متدين كويس وبتعرف الا لو حاربت دولتك، الا لو كنت ضد دولتك. وبالتالي زي ما قال الشيخ رمضان، لو انت مع دولتك وبتدافع عن دولتك وبتدافع عن وطنك يبقى انت كده بتطبل، يبقى انت كده منافق. فعندهم اشكاليه العلاقه بين الدين والدوله علاقه عدائيه، في حين في الاصل هي علاقه تقدير واحترام. الدوله تقدر الدين وتحترم الدين، والدين يدعو الى الحفاظ على الدوله. اما الدوله اللي هم بيحتموا فيها بقى وهربانين ليها، لما قررت انها تساعد العملة بتاعتها فطلعوا هم والله العظيم انا مش قادر اقول، بس حضراتكم في اذكياء وفاهميني. طلعوا يقول لك ايه، اللي يدافع عن الليرة يدافع عن الله ورسوله، ده عشان بيستخبوا هناك. ما هو خد بال حضرتك، بيدافع عن الله ورسوله، بقت حرب دفاعا عن الله ورسوله. انما اللي يقف جنب الجنيه ما يبقاش جنب جوار الله ورسوله. يعني فعلا كما يقول الأصل الجديد، الفقه الجديد، الدولارات تبيح المحظورات. فعلا في بعض الناس عندهم حالة من حالات الانهيار بجوار مصالحهم، ويجي يتهمك يقولك رمتني بدائها وانسلت، يرميك انت بالنفاق وهو ينافق كل أنظمة العالم. وبعدين يلاقي أي دولة بيدعوا لرئيسهم وبيدعوا لملكهم عادي، وهم يأمنوا مفيش أي مشاكل في الكلام ده. إنما عندما نقوم بالدعاء لرئيسنا والدعاء لولي الأمر عندنا يبقى يتهموننا بما وقعهم في العرب. الإمام أحمد بن حنبل قال لو لي دعوة مستجابة لصيرتها للحاكم. نعم. الإمام أحمد بن اتهموا ساعتها بالنفاق. العرب يا مولانا زمان كانت تقيس وفاء الرجل بحنينه إلى وطنه. إذا أردت أن تعرف وفاء الرجل فانظر إلى حنينه إلى وطنه وإلى حبه إلى وطنه. فالشخص اللي بيحب وطنه وعنده حنين لوطنه ده فعلا الشخص الوفي. كان سيدنا ابن عباس يقول لو قنع الناس بأرزاقهم كقناعتهم بأوطانهم ما اشتكى أحد من الرزق.
دليل على ان فكره الوطن كانت متاصله ومتجذره جدا في نفوس الصحابه الكرام. طبعا لدرجه انهم بيقيسوا على ده، بيقيسوا على كده القناعه في الرزق مع شده، يعني مع ضعف الاقتصاد عندهم وشده الاحتياج، مع ذلك يقول لك لا، لو انت قنعت بالرزق بتاعك زي ما انت قانع بالبلد اللي انت عايش فيها، وعمر ما حد هيشتكي من الرزق. وسماها القران الكريم الاوطان، سماها الديار، نعم، سماها المساكن، سماها الاوطان الابناء. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك لما نظر إلى مكة، ولما دعا إلى المدينة، ولما العلماء قالوا إننا ننتمي إلى أوطاننا كما ننتمي إلى أمهاتنا، تحن الكرام لأوطانها حنين الطيور لأوكارها. أنا وطني بحن إليه زي حنيني لأمي. وجدت خيرا، وجدت خيرا أثنيت عليه وشكرت فاعلا، وجدت غير ذلك تحاول إصلاحه وتسليط الضوء عليها والنقد البناء. اشتقنا للشاعر اللي عنده قيم وهو بيقول إيه، بلدي وإن جارت علي عزيزة وأهلي وإن ضنوا علي كرام. دي قيم، دي قيم. الأمر الأخير يا سيدنا عايز أقوله، كل واحد فينا يعني عنده عقل وعنده حصافة يقدر يقيس بها الأمور. فالموضوع اللي احنا لسه عارضينه دلوقتي موضوع المساجد والدعوة في مصر، كلنا شايفين المساجد في مصر دلوقتي والحركة الدعوية والعلمية المنتشرة فيها. فإحنا بس بنقول للناس يعني كل واحد فينا كده يقيس الأمر دلوقتي في العشر سنين اللي فاتوا دول على ما قبل ذلك، يعني يقيس حالة المساجد من حيث المبنى ومن حيث المعنى، من حيث النشاط العلمي والدعوي في المساجد الفترة الأخيرة اللي فاتت دي، ويقيس حال المساجد قبل كده، هل يستويان ولا لا؟ وانت بنفسك تقدر تحكم، يعني بعيدا عن أي حاجة، بعيدا عن أي يعني انتماءات أو كذا، انت تحكم بنفسك، هل المساجد دلوقتي في حالتها على بنيانها وفخامتها وعظمتها دلوقتي والأمور الدعوية والعلمية المنتشرة فيها، هل هو ده نفس الحال اللي كانت عليه المساجد من 10 سنين ولا لا؟ والله كل لا واحد يحكم من نفسه. لا لا خالص، كلمة حق، لا، طفرة صحيح. علمية في المبنى وفي المعنى وفي الأنشطة الدعوية وفي الملتقيات الثقافية. لا طفرة، ده دليل على إيه؟ نعم، على اهتمام الدولة المصرية للدين ورعايتها للدين. صحيح. وحفاظها على الدين، وإن العلاقة مش علاقة عداء بين الدين والدولة تكامل. زي ما الجماعات بتصور للناس، تكامل واحترام وتفاهم، لا، علاقة تكامل واحترام وتقدير. شكر الله لهم، شكر الله لهم. دلوقتي حنؤكد برضو عليكم أنه مازال توزيع الكتاب مستمر بفضل الله، ومازالت كل الرسائل اللي جات لنا في طلبة كتاب العقيدة بنبعت، فقط ابعت الاسم والعنوان ورقمين تليفون، وياريت يكون الاسم باسم رجل حفاظا على الخصوصية مش أكتر من وبياخد كده. مدة زمنية يا شيخ. يعني اللي بعت لفضلتك رسالة النهاردة في ظرف 3-4 أيام الكتاب يوصل له. أيوة طبعا. لا أصلا ممكن يبعت لك رسالة النهاردة وبعدين يبعت لنا رسالة، أو يبعت لنا رسالة أنا بعت للشيخ خالد ولسه الكتاب ما جاليش. لا كل مثلاً واحد بعت عنوان. أيوة. وبعت رسالة. أيوة طمنهم الله يكرمك، لأن أنا بتجي لي رسائل كده. نعم. احنا بعتنا العنوان للشيخ خالد لسه فبقول لهم يا جماعه الموضوع بيبقى محتاج بس مده زمنيه. تمام، ده كلام جميل. الشيخ رمضان عبد الرازق قبل الفاصل سال سؤال مهم. نعم. وهو هل الشرع الشريف القران هل انحاز للغه ولا للبيان؟ ايوه، لللفظ ولا للبيان؟ وطبعا هنقدر نقول كده، هل القران الكريم يقصد المعنى أم يقصد اللفظ فقط؟ الله، هو ده السؤال. نعم. هل القرآن يقصد معنى وهذا المعنى قد لا يكون ظاهر من اللفظ؟ يحدث نقرب لكم السؤال بمثال. تمام. نقرب لكم السؤال بمثال. ربنا بيقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. هل القرآن الكريم يقصد أن احنا نجهز على الحدود خيول فقط؟ هو ده يعني اللفظ كده، قال ومن رباط الخيل ترهبون بي عدو الله وعدوكم. هل القرآن الكريم يقصد الخيل لفظا، اي الفرس المعروف ونقف بخيول على حدود مصر لحمايتها بالخيول، ولا يقصد معنى تاني؟ أيوة. هو القرآن الكريم ينحاز هنا الى اللفظ ولا ينحاز الى المعنى؟ ده سؤال مولانا. عارف حضرتك، اولا لو ذهبنا الى القرآن الكريم لوجدنا القرآن يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين. قال الله عز وجل وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه. ورأينا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم
وهو يخاطب الأعراب ويقلب الألف واللام إلى أم لأن لغتهم ذلك. ليس من البر الصيام في السفر، قال ليس من بر أم صيام في مسفر. فالإنحاز دائما القرآن الكريم بينحاز إلى البيان. حتى في الفقه وأصول الفقه قاعدة مهمة جدا، العبرة للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. يبقى معنى ذلك يا حضرات لما تقرأ آية في القرآن اللفظ لفظ مقدس، إنما المعنى مفتوح بما يتناسب مع كل عصر. فلما يقول وعدوا لهم ما استطعتم قوة ومن رباط الخيل، يبقى وعدوا لهم ما استطعتم قوة من دبابات، وبعدين ممكن مدرعات، طيارات وهكذا. يعني تتناسب الأسلحة مع تطور الأداء القتالي للجيوش المعاصرة. وأذن وأذن في الناس بالحج. نعم. والحج ده فريضة عظيمة جدا، وركن عظيم جدا من أركان الإسلام. قال لي يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يعني هو مش هيجي حج إلا اللي ماشي على رجليه أو اللي ركب النقل. رجالا يعني ماشي بالظبط كده، يعني هو قال هما يعني رجالا مترجل ماشي على رجله وعلى كل ضامر اللي ركب الناقه، ياتينا من كل فج عميق. وده بس يبقى الحكم هنا يتعلق باللفظ ولا يتعلق يا حضرات بالمعنى؟ يتعلق يجب بالمعنى. اي وسيله سفر. يبقى معنى ذلك اللفظ دوت اللي نزل من 1400 سنه اللفظ مقدس ولا يجوز ونتعبد بتلاوته. ما فيش فيه كلام كده يا سيدنا. المشكلة لانه فتح لي باب واسع للمعاني. يبقى اللفظ يتناسب مع ظروف ناس كانوا موجودين من 14 قرن، انما المعنى يتناسب صحيح. مع كل قرن. الله يفتح. نعم. عشان كده هتلاقي اكبر المشاكل اللي بتحصل خاصه في مجتمعاتنا والفتاوى الضاله اللي احنا عارفينها كلها نشأت منين؟ من الوقوف على ظاهر النص واللفظ. ايوه. دون معرفة المعنى. حلو. وعندنا حديث نبوي شريف سيدنا النبي بيرسم فيه الخريطة لهذا الأمر بالتفصيل كأنه هو عايش وسطنا دلوقتي. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: إن مما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت عليه بهجته وكان ردءا للإسلام. نعم. بيوصف لك الظاهرة وأنه قرأ القرآن بس لحد ما بنت عليه بهجة القرآن، وفي الظاهر كده هو بيدافع عن الدين. حتى إذا رؤيت عليه بهجته وكان ردءا للإسلام غيره إلى ما شاء الله. نعم. يعني بقى انتقل من مرحلة الحفظ إلى الفهم، فمش فاهم فبيفسر بمزاجه. غيره إلى ما شاء الله، نبذه وراء ظهره، انسلخ منه. ترتب على كده إيه؟ قال حتى سعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. نعم. قيل يا رسول الله أيهما أولى بالشرك، الرامي أم المرمي؟ قال بل الرامي. نعم. يبقى هنا الشخص اللي بيعتمد على ظاهر اللفظ بس ومش عارف معنى القرآني أو معنى اللفظ ده إيه، بيبدأ يفسر اللفظ ده على مزاجه هو، وبالتالي بينسلخ من فهم القرآن الفهم الدقيق، وبيبدأ يخرج على الناس بالشرك والتبديع والتفسيق وإلى أن يعني إلى أن يعني يستحل القرآن بنص القرآن الكريم. شوف القرآن لما يأكد على الجوهر والمعاني والعمق في الفهم، فلما يقول لي فإنها لا تعمل أبصار، قلت له إزاي لا تعمل أبصار؟ إحنا طول عمرنا عارفين الأعمى اللي مش شايف. قال لا، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. شوف هو وصلك لفين بقى؟ وصلك لما هو أعمق بكثير. أنا عاوز أقول مثال واضح جدا وحضرب لكم مثال هتستغربوا منه شوية، وهو إيه؟ نعيم الجنة. بالضبط. يعني نعيم الجنة ده أكبر مثال لوجوب التفرقة بين مفهوم اللفظ ومفهوم المعنى. أحيانا لما تركب الألفاظ وتحطها ما تتخيلها أصلا، ما تستطعش. هو الأول قبل ما نتفق، قبل ما نتكلم، نعيم الجنة معروف عند الناس ولا موصوف؟ موصوف طبعا، إنما مش معروف. أيوة. بدليل إن ربنا بيقول في سورة السجدة: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. مفيش حد. والنبي قال فيها: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يبقى معنى ذلك إن أي لفظ يجي لك عن نعيم الجنة في القرآن تقريبي يقصد منه التمثيل. أيوة، التمثيل ضرب المثل، ضرب المثل يقصد منه ضرب الصورة في ذهنك بس عشان يقرب الصورة، إنما ليس هو الحقيقة، إنما هو ضرب المثل. هو حقيقة اللفظ إنما مش حقيقة المعنى. يعني تعالى لما تتخيل مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار استنى بقى من ماء إيه؟ غير آسن. إحنا ما عندناش مشكلة في الماء. فيقول لك أنا أدخل الجنة عشان أشرب مية، ما أنا عندي الأزايز المعلبة والمعرفش إيه
والمعقمة فإيه الإغراء هنا؟ لا ده بيكلم أعرابي كان موجود عنده مشكلة مائية من 14 قرن بيشرب من البير وبيشرب البير وبيضطر يشيل قربة المية معاه بتعطن لمدة 3-4 أسابيع بيبقى مش طايق بس بيضطر يشرب ولا هيموت. طيب ما غير أسن يعني غير عفن إيه تاني؟ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. طب إيه من لبن لم يتغير طعمه؟ تتخيل نهر اللبن انك تقعد تتخيل اللفظ انه نهر من اللبن لا تستطيع ان تتخيله. انت عاوز اللبن معبأ ومعقم ومعلب ومعرفش ايه. طيب. وانهار من خمر لذة للشاربين. اساس كلمة خمر ديت احنا الحمد لله ما فيش حد فينا يشرب خمر فالناس مش قادرة تتخيل. الخمر حرام في الدنيا؟ طب بالاجماع الخمر الذي يبيح الخمر كافر وخارج من الملة. والبيرة خمر. البيرة خمر حرام. البيرة خمر والخمر كل أنواع الخمور والعزم كل الله. مسكر خمر كل مسكر الخمر كله تمام. كله حرام. ربنا فربنا بيقول وأنهار من خمر لذة للشاربين. يبقى القرآن بيكلم اللفظ إنما يقصد المعنى إن في أنواع من المشروبات التي تشتاق إليها النفوس سوف تكون فيها لذة ولا تذهب العقول. ها وايه تاني؟ وانهار من عسل مصفى. لما تشوف نهر من العسل طب يعني ملزق ده ايه ده عامل ايه ده يعني مش هتقدر تتخيله. ده واحد يقول لك لا انا نفسي تجزع يعني عسل. يبقى هنا لازم نتخيل نقول ايه اللفظ معروف انما المعنى غير موصوف. المعنى لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى بنفوضه للملك سبحانه وتعالى جل وعلا. ولهذا أكرر كلمة فضيلة الدكتور رمضان عبد الرازق عندما أشار إلى أن القرآن انحاز إلى المعنى ولم ينحاز إلى اللفظ. اللفظ مقدس كما هو، اللفظ مبارك كما هو، اللفظ لا يتغير كما هو، أما المعنى منفسح ومنفتح لأهل اللسان واللغة لشرحه وبيانه. لأن اللفظ في ذاته معجز. نعم. طبعا ومعجزة الألفاظ دي هذه سنلتقي لنا لها في لقاءات أخرى إن شاء الله بإذن الله. حقيقة مر وقتنا بسرعة كعادته إنما نشكر السادة العلماء الذين شرفونا في هذا اللقاء الذي لاحظنا فيه تلك المحبة البديعة على ألسن الحاضرين ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما يقولونه في ميزان حسناتهم وأن ينزل على قلوبكم بردا وسلاما وأن يحفظ بلادنا ورئيسنا والقائمين على ولاة أمورنا. بارك الله فيكم وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.